نهاركم سعيد مشاهدينا. لليوم السبت 14 شباط 2015، وصل الرئيس سعد الحريري منتصف الليل إلى بيروت ليشارك في مهرجان الذكرى السنوية العاشرة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وسط ترقب للخطاب الذي سيلقيه الرئيس سعد الحريري ومضامينه في ظل الظروف الداخلية والخارجية المعروفة. في هذا الوقت يستمر تنفيذ الخطة الأمنية في البقاع الشمالي لليوم الثالث، بعدما كان جال الوزير نهاد المشنوق أمس على المناطق التي تشملها الخطة. أما سياسيا فالحكومة في مأزق مع انفجار الخلافات وتبادل الفيتوات بين عدد من الوزراء، والجلسات معلقة لعدم وجود توافق حول آلية عمل المجلس مجلس الوزراء. هذه المواضيع سنتناولها اليوم في برنامجنا نهاركم سعيد مع ضيفنا الأستاذ راشد فايد، ولكنه يعني بانتظار وصوله سنتصل الآن بالدكتور، ونحن على اتصال مباشر مع الدكتور فارس سعيد يعني في هذه المناسبة تحديدا، مناسبة ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. نهارك سعيد دكتور سعيد. صباح الخير لك ولكل الناس. دكتور سعيد، يعني اولا يعني في البداية، لأنه في مفاجأة هي وصول الرئيس سعد الحريري إلى بيروت في هذه الذكرى، ما برأيك يعني دلالة ومعنى هذا ورمز يعني هذا الحضور الشخصي له في هذه الذكرى العاشرة، وماذا تتوقعون من خطابه؟ بداية حضوره هو حضور ضروري، وهو حضور يؤكد أنه يصر أمام الرأي العام اللبناني والعربي والدولي استمرار بحمل أمانة رفيق الحريري التي هي أمانة وحدة لبنان. رفيق الحريري من خلال حركته السياسية قبل استشهاده سعى دائما إلى وحدة لبنان، انطلاقا من اتفاق الطائف، انطلاقا أيضا من علاقاته العربية والدولية. ومع استشهاده هذا الدم الذي سال في 14 سنوات مثل هذه اللحظة، كان دما أيضا ساعد في اتجاه وحدة اللبنانيين وتوحد اللبنانيين الذين رفعوا مطلب فوري 6 ساعات بعد استشهاده من خلال البيان الذي صدر من رايتن. كان البيان يرتكز على 3 نقاط أساسية. النقطة الأولى انسحاب الجيش السوري الكامل من لبنان. النقطة الثانية تحميل مسؤولية النظام الأمني اللبناني السوري عن اغتيال الرئيس الشهيد. النقطة الثالثة هو إجراء انتخابات نيابية. النقطة الرابعة هو إسقاط السلطة، كل السلطة. والنقطة الخامسة كانت ضرورة إنشاء لجنة تحقيق دولية. نعم. منذ 10 سنوات هذه كانت المطالب الخمس. تحققت هذه المطالب بعد 10 سنوات بفضل الجميع وبفضل جميع المخلصين في لبنان. وهذا النضال من أجل تحقيق هذه الخطوات لم يكن نضالاً يعني يأتي من لا شيء، كان نضالا دفعنا ثمنه شهداء ثورة الأرز، وكان نضالا صعبا جدا في وجه آلة قررت ولا تزال تقرر وضع يدها على لبنان، ووضع القرار الوطني اللبناني في حضن غير لبناني، في حضن دولة إقليمية لا علاقة لها بثقافة لبنان وبأسلوب عيش اللبنانيين وبتجربة لبنان التاريخية. نعم، يعني بعد 10 سنوات يعني رينا اليوم أنه كمان في تحضيرات متواصلة لإحياء لقاء لبريستول ب 14 أدار عبر خلوات وورش عمل لتعلن الحركة التي قادت انتفاضة 2005 مواقفها مما جرى خلال العقد الماضي بناء على جردة وإلى آخره، ومحاولة رسم خريطة الطريق للعمل المستقبلي. ماذا حول هذه الورشة؟ دولي منذ 10 سنوات حتى اليوم تغيرت المنطقة. اليمن تغير، البحرين يتغير، العراق تغير، سوريا تغيرت، لبنان يتغير. وبالتالي من الضروري أن تعيد 14 أدار قراءة هذه الأحداث وقراءة تجربتها وقراءة تجربة اللبنانيين خلال 10 سنوات. وأنا يعني أقدم الاقتراح التالي يعني أمام الرأي العام اللبناني. بداية يجب أن نرتب الذاكرة، ماذا حصل منذ لحظة 14 شباط 2005 حتى هذا اليوم؟ ماذا حصل؟ ترتيب الذاكرة يساعدنا لترتيب القراءة السياسية، وترتيب القراءة السياسية سوف تساعدنا لاحقا
لترتيب الخطوات السياسية التي يجب أن نتوحد حولها من أجل حماية لبنان. أنا أريد أن أؤكد دولي وبشكل واضح أمام الرأي العام، هناك حرب سنية شيعية مفتوحة واضحة موصوفة في المنطقة، في سوريا، في العراق، في اليمن، في كل أنحاء العالم العربي. نحن هذا المجتمع اللبناني المتنوع الذي عرف السيارات المفخخة قبل غيره، والذي عرف القتل على الهوية قبل غيره، والذي حاول إنشاء مجتمعات صافية قبل غيره ظنا منا بأننا قادرون إذا اقتطعنا رقعة جغرافية أن نحمي أنفسنا، وفشلنا. هذا المجتمع هل هو قادر، وهذه القوى السياسية هل هي قادرة على منع دخول الحرب السنية الشيعية إلى لبنان؟ هل هذه القوى السياسية وهذا المجتمع هم قادرون اليوم على الحفاظ على سلام لبنان، على اتفاق الطائف في لبنان، على الدستور اللبناني، أو أننا سندخل في مغامرات، في اشتباكات مذهبية في البلد، سندخل في عملية إعادة تأسيس لبنان على قاعدة مؤتمر تأسيسي جديد تدفع ثمنه طوائف وتظن طوائف أخرى بأنها تغلب طوائف معينة؟ كل هذا الموضوع هو عناوين 14 أذار التي يجب أن تتوحد حولها. وهو يعني موضوع يفتح الباب على أسئلة كثيرة. إن شاء الله بنقدر بفرصة قريبة دكتور سعيد يعني نستضيفك ونأخذ أجوبة منك على كل هذه الأسئلة. أنا بدي أشكر مداخلتك صباح اليوم، شكرا لك، وبدي أستقبل ضيفنا في نهاركم سعيد الأستاذ راشد فايد. نهارك سعيد، أهلا وسهلا فيك. نحن بعد ما عملنا مشوارنا على الطرقات خلينا نعمل هالجولة السريعة. فيك تخبرك أنا؟ فيك تخبرني إيه؟ لا أنت أخرت في عجقة اليوم، ما بعد إيه في عجقة. الاحتياطات الأمنية سكرت بعض الطرق المؤدي إلى الخط البحري. أوكي. أنا جاي من فردا، خصوصا لأنه كمان وصل الرئيس سعد الحريري يمكن وما استدعى اتخاذ إجراءات إضافية. أنا كنت من القلائل الذين توقعوا وصول الرئيس سعد الحريري. توقعوا أو كنت عارف؟ لا صراحة لا، ما كنت عارف، توقع. عملها مفاجأة حتى لا يعني أي واحد يقرأ تفاصيل الاحتفال وأنه واحد في كلمة للرئيس سعد الحريري وحده، ما في كلمات لفرقة. هو كل سنة بنتوقع بس مش لا بس يعني السنة، لأنه كان في مؤشرات. على كل حال هلأ رح أرجع يعني نحكي بهالموضوع، خلينا نشوف بجوني الطريق عادية، يعني حركة السير كتير طبيعية بالاتجاهين. على الدورة كمان الحركة طبيعية على جسر شعر الحلو طريق المرفأ، بين الحركة مقبولة كمان، ساحة ساسين كل الطرقات طبيعية، والحمرة خفيفة حتى بالحمرة. حجاجك مش ماشية بالمزرعة حركة سير طبيعية، طريق المطار كمان وصيدا. إذا يمكن الطريق اللي سلكتها حضرتك يعني المداخل اللي بتؤدي إلى لبيان إلى لا عفوا إلى ملحق. مداخل التي تؤدي إلى الأشرفية أو إلى جسر فؤاد الشهاب مسكرة لأنه محول السير. محول السير. علقة صغيرة بس بتاخذ وقت طويل، يعني العقدة صغيرة بس أكيد ما مشكلة. يعني هون كده عم نحكي لأنه بموضوع توقعت عودة الرئيس سعد الحريري وقد فعلا أتى. يعني هل هي يعني السنة لأنه الذكرى العاشرة يعني لأنه صار 10 سنين وهيك نحن متوقف يمكن عند عقود أو إلى آخره، حتى نعطيها أهمية أكثر ونعمل مراجعات مثل ما كان عم يحكي الدكتور فارس السعيد، هل هي هذه ذكرى العاشرة التي تستدعى منه أن يحضر شخصيا؟ هل هو الظرف الحالي اللي بركي يمكن جمهور تيار المستقبل بحاجة يعني لهيك دفع معنوي يعني سيعطيه حضوره الشخصي؟ يعني ممكن الواحد يعتقد أنه كل هذه مبررات لمجيئه، ولكن السبب الحقيقي أنا أعتقد أنه الظرف يستلزم استنهاض قوى المجتمع اللبناني السياسي جميعا من أجل ضمان استقرار الوضع واستمرار الأمن على تحسنه القائم، لأنه بمقدار ما نحن نزيد حرصا على استقرارنا، والمشهد يوحي انه نحن هالاستقرار برغم انه هش ولكن ثابت، بمقدار ما تكون المخاطر اكبر. نعم. وبالتالي يجب
يعني إيجاد تماسك أفضل لدى التيار أو الاتجاه السياسي الحريص على إعادة قيام الدولة، على تنشيط مؤسساتها، على الاحتماء بمظلتها، لأنه هو وحده الذي سيقود لبنان إلى الخروج من هذه المآزق التي يستمر بالتنقل من واحدة منها إلى أخرى. لذلك رئيس سعد الحريري مجيء اليوم هو فرصة كبيرة حتى يخاطب جمهوره ويقول لهم أنه الاعتدال بدأ يعطي ثماره، بدليل أنه نحن تجنبنا إشكالات داخلية أمنية وغير أمنية، قدرنا أن ندفع بحزب الله في اتجاه الحوار، قدرنا أن نطمئن كل الاتجاهات اللبنانية أو كل ألوان السياسية اللبنانية إلى ضرورة العودة إلى حضن الدولة. حلفائنا متماسكين نحن وياهم، لم نتراجع ولن يتراجع عن استراتيجيتنا اللي أعلناها ب 14 أذار 2005، وبالتالي تكريم الشهيد الرئيس رفيق الحريري هو مناسب لتأكيد التمسك بمشروعه للنهوض الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ولكن ذلك مرتبط بإعادة الدولة إلى دورها وإلى تنشيط مؤسساتها. نعم. وما بعتقد في فرصة أهم من هذه الفرصة حتى يخاطب جمهوره بهذا الكلام، لأنه 10 سنوات على اغتيال الرئيس رفيق الحريري لم تغير لا من معتقدات جمهوره ولا من تأييد حلفائه، ولم تغير أيضا من الثبات الوطني على هذا النهج. نعم. كما توقعت يعني أنه يحضر، هل تتوقع أن تطول إقامته شوية في لبنان؟ لأنه كمان يعني أصيبوا اللبنانيين بأول مرة يعني بعد غداة أحداث عرسال، عندما أيضا فاجأ يعني بحضوره إلى لبنان، أصيبوا بخيبة أنه رجع ترك البلد وما عرفوا ليش، وربطوا يعني حصلت كتير تحليلات وربط مجيئه يعني تحديدا بأحداث عرسال وإلى آخره، نحط سيناريوهات كتير يعني بوقتها. اليوم كمان بس جاي يحضر هالمناسبة يعني ويرجع يغادر؟ أولا مجيء الرئيس سعد الحريري مرتبط بعوامل عدة بس أبرزها الحالة الأمنية. ثانيا لا أحد يملك الجواب هل هو آت لزيارة قصيرة أم للعودة يعني النهائية والحاسمة. اللي بيعرفه هو ومسؤول الأمن الشخصي، وبعتقد طبعا الشيخ نادر الحريري مدير مكتبه يعني لصيقين جدا، لأنه هذا أمر ما فينا نطمئن دائما أنه استقرت الأمور من دون ما يكون في معطيات حقيقية. الرئيس رفيق الحريري كان عنده ضمانة دولية أنه لن يتم يعني الاعتداء عليه أمنيا أو على أمنه، وضمانة من فرنسا وأمريكا وقوى كبرى، ومع ذلك تم اغتياله. لذلك ليس من الهين الرهان والقول أنه سيبقى ولن يغادر إلا لزيارات خارجية ويعود إلى بيروت. أيضا لا يمكن الرهان على أنه سيغادر بعد يومين إلى أي بلد آخر، السعودية أو غيره، ولكن بالتأكيد حضوره الآن سيتبعه لقاء على مستوى تيار المستقبل، القيادات، الهيئة التنفيذية، المكتب السياسي، على مستوى الكتلة المستقبل النيابية، وربما أيضا لقاءاته بالتأكيد مع الحلفاء للبحث في تطور الأمور وإلى أين نصار. ما ننسى أنه في ظرف إقليمي متغير باستمرار، البقاء والتمسك بالمبادئ استراتيجية لعمل 14 أذار أمر كتير ممتاز، ولكن أيضا هناك أمور طارئة يجب التفاهم عليها والنظر إليها بجدية. ولا ننسى أنه رئيس الجمهورية موضوع ملح، وأعتقد أن رئيس سعد الحريري سيؤكد اليوم بخطابه بين نقاط عديدة ضرورة انتخاب رئيس. وعم نحس نحن عم نشوف أنه كل الدبلوماسيات الدولية التي تتعاطى مع لبنان تصر باستمرار على تذكير اللبنانيين بأن هذا أمر يرتبط بقرارهم وليس بقرار خارجي. أخيرا امبارح رسالة وزير الخارجية الأمريكية جون يعني كيري، وحتى الإيرانيين يعني برغم نحن شايفين يعني إيجابيات مع ذلك بيقولوا هذا شأن لبناني. المهم أنه حتى لو الآخر قال أنه شأن لبناني ولم يكن صادقا، لا يعني ذلك أن الأمر ليس شأنا لبنانيا، وأن اللبنانيين هم من يستطيعون أن يطلقوا
سراح رئيس الجمهورية من اعتقالها لدى هذه الاتجاهات أو تلك المتعنتة في موقفها. ولكن يعني خطاب بالزيد أو خطاب بالناقص ما هيغير شيء بموضوع الشغور الرئاسي، لأنه اليوم يعني الكل عم يدعي والكل عم بيصر على انتخاب رئيس وبده انتخاب، بس ما في توافق حول هذا الموضوع. هلا الحوار بين يعني تيار المستقبل وحزب الله طبعا بيطرق له الرئيس سعد الحريري بالتأكيد. بخطابه يعني من باب يعني ضرورة استمراره بعتقد وإيجابيات اللي حققها لحد الآن، مع التأكيد على الاختلاف بالنقاط الاستراتيجية الكبرى ليس لحزب الله ودوره في سوريا وتحوله إلى أداة إقليمية صريحة وعلنية ولا تحتاج إلى من يفتش عنها. يعني هو الحزب بذاته يعني الحوار لن يمنع الرئيس سعد الحريري من أن يذكر بهذه الثوابت بالطبع. لم نسلم بالنقاط الأخرى نحن، وهذا الكلام لا يمكن أن يؤثر سلبا على الحوار القائم إذا ما أثير اليوم. لا نحن واضحين من أول الطريق، كان الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل واضحين بتحديد الموقف أنه في مشكلة قائمة لابد أن نتعاطف فيها يوما ونحلها، بس في مشاكل إضافية يجب تجنبها وإيجاد حلول لها لأنها تهدد الأمن بالبلد. أنا عندي يعني صورة هيك ممكن تكون مضحكة، ولكن نحن نعيش الآن، وبعتقد سمير فلانجي كان شوي أنا جاي على الطريق عم يحكي على الإذاعة نفس الصورة تقريبا. أنا بقول لبنان عائلة متعددة العناصر، ولكن بين هذه العناصر عائلة فيها شاب، كل شاب فيها بيبلغ سن 18-20 بيقرر يعمل قبضاي وبيجيب البلا للعائلة ولقيله، بعدين بترجع بتهدى الأمور. جربت الطوائف كلها دورة الآن، أو الأحزاب الطائفية جربت أدوارها من 75 لل 90. الآن في حزب الله مقرر يكون هو الولد الطائش أو القبض هاي تاع الحي باسم الطائفة، عم يخوض معارك برا وجوا تقول أنا اللي بحميكم. في لحظة حتنهار هذا الادعاء، سينهار وسنعود إلى حضن الدور جميعا. ما يفعله هذا الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله، أنا أعتقد أنه إعادة تعويض حزب الله على وجود الدولة، واحد. اثنين، كبح ومنع ما قد يجر الخلاف الاشتباك السياسي الداخلي من نتائج أمنية أو من نتائج تهز الاستقرار أكثر. يعني إعادة تعويض حزب الله على الدولة، يعني الحوارات الثنائية وكأنه يعني وقت بتحل بعض الأمور وبتسهل يعني حل بعض الأمور وكان هي بتكون بديل عن تفعيل عمل الدولة. هذا مش حوار عم يقول شيلوا الحاجز تاع الميليشيا تاعتكم من هون ونحن بنشيل منهم، هذا حوار بمبادئ وأسس تكوين الدولة. يعني لما تتنفس خطة أمنية بالشمال وخطة أمنية بالبقاع الشمالي وخطة أمنية ببيروت، هو تسليم بدور الدولة، عم نعيد للدولة ما يجب أن يكون لها، وعم نخرج البلد من عقلية الميليشيات. بدك تقولي لي هذا ما حل مشكلة سرايا المقاومة الميليشيا مزبوط. الموجودة صح، ولكن هيدا أيضا لا تزال على جدول الأعمال. بعرف أنه فيها هاي النقطة فيها يعني التباس بين هي سرايا مقاومة ولا ميليشيا السرايا، ولكن هذا الالتباس لابد أن يحل وأن يصل إلى نتيجة، خصوصا كمان أنه تسليح الجيش سيبدأ قريبا وبالتالي حيكون عنده إمكانات، وهذا يحرج القوى التي تدعي أنها مضطرة تسلح ناس بالداخل حتى يواجهوا إسرائيل في يوم ما. نعم. يعني ممكن أنه رئيس عبد الحريري بخطابه يعني يروح بالمباشر باتجاه دور حزب الله يعني السلبي في سوريا، سلبي على الساحة اللبنانية. هذا يعني منه كلام جديد، هذا متفق عليه، ويعني أحكي على طريقة المشايخ كل الأئمة متفقين عليه أنه إيه في مشكلة بسلاح حزب الله. نعم. في مشكلة بالداخل، في مشكلة بسوريا، في مشكلة كما يقال في باليمن. حزب الله يعني تحول إلى قوة إقليمية تقاتل في كل مكان، وليس بإرادة اللبنانيين ولا حتى بإرادة الحزب نفسه. بهالمهرجان اليوم يعني في شيء لافت يمكن كمان جديد رح يحصل، هو حضور ممثلين عن الرئيس نبيه بري وعن التيار الوطني الحر، يعني الجميع هيك كمان توقف عنده لفت له. ماذا يعني هذا الموضوع؟ أنا ما على علمي أنه وجه الدعوات. ما على علمي. بس قد يكون في اللحظة الأخيرة لمين يعني لا حزب الله أو التيار الوطني الحر أو الرئيس بري
رئيس بري ما منا إشكالية قبل مرة بعتقد تمثل بنواب ما وجه الدعوة للتيار الوطني الحر معلومات رسمية ما وجه الدعوة بركي بهن بدو يعملوا بركي خطوة بادرة بادرة حسنية بادرة صداقة انفتاح وصداقة ممكن ممكن لأنه حتى نحكى أنه إذا حضر الرئيس عبد الحريري قد يحضر الوزير جبران باسيل، يعني على هذا المستوى سيكون التيار متمثلا ما بعرف قد يكون من باب اللياقات وقد يكون من باب اللياقات أنه الدعوة جاءت من مكتب رئيس عبد الحريري مباشرة وليس من المكتب السياسي لتيار المستقبل يعني الاحتمالات مفتوحة على كل حال يعني هي هيك في هيك الكل حريص على بركي إشاعة أجواء ارتياح يعني أو ترتد ارتياحا يعني في حاليا كل الفرق الشارع اللبناني عامة يعني على كل التباينات فيما بينها تحرص على إبداء الوجه الجميل والرغبة بالود والمحبة يعني بارح حتى كان لافت أنه الوثائقي الموحد اللي يعني انعرض على الشاشات اللبنانية حول زمن الرئيس رفيق الحريري يعني حتى عرضته الان بي ان وعرضته الاو تي في يعني باستثناء المنار والنيو تي في يمكن لأسباب تانية ولكن أنه كانت لافتة أيضا هذا هذه إشارات تهدئة وإيجابيات يعني لابد من تسجيلها ولو كانت لا تقدم ولا تؤخر في استمرار أزمة الرئاسة الجمهورية واستمرار الأزمات الأخرى اللي لها علاقة بإجراء انتخابات نيابية تسهيل تنفيذ جدول الأعمال مجلس وزراء كل هذه الأمور ما بتأثر عليها ولكن على الأقل تعطي إشارة إيجابية إلى احتمالات الالتقاء والاتفاق برغم أنه أنا برأيي في دائماً حيز للدور الأقليمي في الشأن اللبناني دور القوى النافذة في الشأن اللبناني وما نخافي على حدا يعني أكيد طبعا ولكن يعني اليوم يعني الحيز الأقليمي ما بزعم بيلعب دور سلبي أو إيجابي على هذا أكيد يعني أوله يعني هو مش لو ما دور هو أدوار لو ما في يمكن إيجابية ما كنا شفنا ترجماته على صعيد انعقاد الحوار وخطوات أخرى يعني إيه بس هذه بعد تثبت الاستقرار أنا إلى حد ما أنا عم بحكي الاستقرار الناجز والنهائي يقتضي حل المشاكل الاشتباكات الاستراتيجية يعني شو سلاح حزب الله ماذا يفعل التدخل بسوريا وبغير سوريا حزب الله قتاله مش تدخله قتاله في سوريا وفي غير سوريا مشكلة مزارع شبعة العالقة نحن الدولة العربية الوحيدة لها اتفاق هدني قائم ومطبق بدليل انه نحن القوات اليونيفل ترعى اجتماعا دوريا بين الجيش قيادة الجيش اللبناني وقيادة من الجيش الاسرائيلي لبحث وضع الهدني نحن مشكلتنا مع اسرائيل هي تمسكنا باتفاق الهدني هن بيودوا كانوا انه نتخلى عن اتفاق الهدنه حتى يصير وضعنا مثل سوريا ومثل ما كانت عليه مصر والاردن وغيرها. نحن اتفاق الهدنه اللي مطابق للحدود الدوليه هو القائم وهو يحمينا والدبلوماسيه اللي حمت لبنان باستمرار لانه حتى تفاهم نيسان لولا الدبلوماسيه اللبنانيه بقياده الرئيس رفيق الحريري لما كان هناك اتفاق او تفاهم نيسان. ولولا الدبلوماسية اللبنانية ما كان انتهى حرب 2006 إلى ما انتهت إليه إذا نحن قوتنا بتمسكنا بالاتفاق الهدني اشتباكنا مع إسرائيل هو مزارع شبعة اللي العقد الحقيقي فيه ليست لا من لبنان ولا من عند العدو الإسرائيلي العقد الحقيقي من سوريا النظام السوري لا يريد أن يقر بأن هذه المزارع اللبنانية وبالتالي يطبق عليها خط الأزرق ولا يريد أن يعني يقدم إثبات أنها سورية حتى تنضوي تحت اتفاق فك الارتباط بين إسرائيل وسوريا إذن هذه نقطة الاشتباك واللي هي ابتدعت باللحظة اللي انسحب فيها الإسرائيلي عام 2000 من الحدود اللبنانية من الأراضي اللبنانية في تلك اللحظة ابتدعت هذه لتكون مسمار جحا حتى يظل النظام السوري يمسك بسلاح حزب الله ويوجه لإسرائيل حين يكون له تفاوض مع إسرائيل على كل حال إسرائيل بس بيبقى التحدي الأكبر هو تحييد لبنان عن الحرب السنية الشيعية مثل كان عم بيحكي عنها الدكتور فارس سعيد مثل ما كان عم بيحكي الدكتور فارس سعيد وسأل سؤال عن قدرة القوى اللبنانية يعني على حماية لبنان من أن تنسحب نار هذه الحرب إليه رح نرجع نتابع نحن وياك ولكن بدي توقف مع أول فاصل إعلاني لو سمحت.
ونعود لمتابعة نهاركم سعيد. كنت طرحت عليك أستاذ راشد حول يعني سؤال يتعلق بما أثاره الدكتور فارس السعيد من أنه يعني في ظل الحرب السنية الشيعية دائرة في كل المنطقة، هل القوى اللبنانية ستكون قادرة على حماية لبنان من امتداد هذه الحرب؟ وهل الحوار أصلا هدفه يعني هذا الشيء؟ لأنه طبعا العنوان العريض هو إزالة الاحتقان السني الشيعي. قبل ما أحكي عن الاحتقان بلبنان، استخدام تعبير الحرب السنية الشيعية خطأ. هيدي حرب إيرانية عربية صفوية عربية وليست حرب شيعية سنية، لسبب طلعي من العالم العربي وين في اشتباك سني شيعي بالعالم الإسلامي؟ ما في، في بس بالعالم العربي. معنى ذلك إنه الاشتباك ناجم عن هجوم سياسي استراتيجي إيراني على المنطقة العربية. بس استنفر عصبيات مذهبية. مش مظبوط هذا بالكتابات. طلعي من المنطقة العربية عم بقول أنا، خرجي من المنطقة العربية. أوكي طبعا بحكي وين احنا عايشين. لا هيدي مش حرب سنية شيعية عالمية، هيدي حرب إيرانية عربية في المنطقة العربية. هيدا محاولة اعتداء صفوية إيرانية فارسية على الهوية العربية للمنطقة، ناجم عنها ما ينجم. بس الهوية العربية للمنطقة شو هي؟ يعني لا العروبة ليس لها علاقة أوكي بالدين قومية وإلى آخره، بس بالآخر يعني الغالبية إذا بدنا نقول السنية هي التي تطبع هذا العالم العربي. السنية. أوكي. والغالبية الشيعية اللي النقطة الثانية، عدد سني بالعالم حوالي 1,100,000,000، عدد الشيعة بالعالم 200,000,000 أو 300,000,000، وبالتالي تاريخيا كانوا تسمى فرقة الشيعة لأنه الأغلبية هن أهل ما يسمى أهل السنة والجماعة والحديث. وبالتالي ليس هناك حرب بين سني وشيعة. هنا كمان بين هلالين، يعني فينا نحكي عم تحكي عن عرب وعروبة وإلى خفينا، فينا نقول إنه العروبة سقطت يعني من ما يعني اللي بمفهومها السابق يعني ما حدا عم يدعي للعروبة بالمعنى الطوباوي القديم. بس هذا لا ينفي إنه نحن بالآخر عرب في هذه المنطقة، مسيحيين ومسلمين من كل الطوائف، نحن عرب. نعم. لأنه هذه هويتنا، وهذه هوية هي المخرج الحقيقي من أي اشتباك مذهبي أو طائفي في المنطقة. هي الهوية، هوية النجاة لكل المنطقة أنه يكون عندها هوية ثقافية، هوية اجتماعية، هوية إنسانية اسمها العروبة، لأنه هي المخرج من الهويات الضيقة القاتلة. الأمر الأخير اللي يعني حابب يعني اليوم مثلا يعني بلبنان ما بتشوف أنه في توتر مذهبي يعني بقى سني شيعي؟ بعتقد هذا التوتر موجود بالكلام السياسي أكثر ما هو على الأرض. بعتقد الحرب اللي عشناها كانت حرب مذهبية طائفية مسيحية إسلامية، وبعدين بأحد وجوهها، لأنه حتى ما ننفي الوضع الدولي اللي كان مؤثر فيها، بوجه من وجوهها كانت طائفية وبعدين صارت مذهبية لما حركة أمل عملت الحركة الشهيرة الانقلاب وقال نبيه بري لن نعود إلى ما قبل 82، أنشأت جو مذهبي ولكن ما كمل الصدام بهذا الاتجاه. الآن الجو المذهبي موجود بالتصريحات بالأحاديث، ولكن بالواقع اليومي الحياتي في طرف ايه يستفز. لانه ليه يستفز؟ لانه انا بشوف جاري حامل سلاح ويتميز او له مواصفات معينة دينية او مذهبية او اجتماعية، بالطبيعي حيكون هناك توتر بيني وبينه. ولكن حين نعود جميعا الى الدولة ينتهي هذا التوتر. والدليل انه حين عقد اتفاق الطائف وانتهت الحرب، الناس مثل ما كان يقول صلى الله عليه وسلم الله يرحمه، فلتوا اللبنانيين على بعضهم بيموتوا بعضهم قد ما من شدة بيختنقوا من شدة محبة بعض. وبالتالي هذا أمر طارئ. الأمر الأخير بدي أقوله بخصوص الحرب، ما يسمى حرب سنية شيعية، بالحقيقة هناك حرب سنية
داعش عم تقتل من العشائر العربية السنية أكثر مما تقتل من الشيعة. وبالتالي هذه حرب سنية سنية أكثر مما هي حرب سنية شيعية. داعش والنصرة وغيرها، يعني الشعب السوري اللي عم يقتل بيد داعش أو النصرة، طب ما الشعب السوري 90% منه سني. نعم. يعني عم يجيبوا بيستوردوا شيعة وبيعطوهم جنسية سورية حتى يقولوا في حرب سنية شيعية؟ لا. وبالتالي هذه المبالغات حول حرب سنية شيعية تخدم طرف ما يريد أن يوحي أنه القادر على مواجهة الإرهاب الديني المتطرف الممثل بداعش والنصرة وغيرها، وأنه هو المؤهل وهو من اتجاه طائفة أو مذهب معين. بس بعدك قبل شوي كنت عم تحكي يعني عن المغامرة، يعني المغامره يعني بنحكي عن مغامرات الطوائف، ما بنعرف ان المغامره المارونيه ومن بعدها المغامره السنيه واليوم المغامره الشيعيه، ما هيك كنت عم تحكي عنها قبل شوي. مظبوط، عم بحكي بالوضع اللبناني ما عم بحكي بالوضع الاقليمي. المغامره ليست في يعني ادعاء الغلبه فقط، المغامره هي في اتخاذ قرارات تحمل نتائجها الدولة اللبنانية والشعب اللبناني، ولا علاقة للطرفين بكيف تقررت. يعني حزب الله لما يروح يقاتل بسوريا أو لما يفتح حرب 2006 على إسرائيل، ما كلنا دفعنا الثمن. هلا حيقول إنه أنت راشد فايد بيتك ما تدمر، حقول له إيه بس أنا دفعت الثمن بطريقة غير مباشرة. يمكن ابن الجنوب دفع الثمن مباشرة أو ابن المنطقة هون اللي ضرب جسر على بيته. ايه؟ بس في ناس دفعوا الثمن بطريقة ايه غير مباشرة. عند كل يعني عند كل حادث أو عند كل يعني عملية بتحصل أو إجراء يتخذ بتقوم لقيامة مثلا من بعض ال شميون القيادات أو الرموز أو الشخصيات يعني دينية أو سياسية، إنه استهداف أهل السنة يعني وكأن يعني في طوائف عم بتحس حالة مستهدفة، وحتى يعني معليه إنه كل الطوائف مستنفرة عن بعضها والمسيحيين مش بعاد. يعني آخر كلام للنائب خالد الظاهر شفنا كيف عمل حالة استنفار بالشارع المسيحي كله، يعني بمختلف اتجاهاته، يعني مش بس إنه الحلفة وغير الحلفة. طب انه نحن بحاله حرب يعني عمليا غير معلنه مذهبيه طائفيه، بحاله ايقاظ للغرائز. بعدين ما حدا ادعى انه يعني اهل السنه بدهم يقاتلوا، ما حدا ادعى. في حدا والجميع مصرين على القول يجب عدم استهداف اي طائفه من طوائف بالبلد. نعم. وبالنسبة للمسيحيين أنا بعتقد هاي فرصة تاريخية للقيادات المسيحية أن تعيد لعب دور النسغ بين في الجسم اللبناني بين كل الفرقاء، بدل ما تتلهى بالقشور. يعني من انتخاب رئيس جمهورية معرقل بيد المسيحيين نطلع على مواقف لها علاقة بالانتهازيات السياسية والمنافع الذاتية حول رصيف المرفأ، منفوت على الكازينو بصير هم المسيحيين مين يوصفوا. هذا مش هذا الدور الطليعي للمسيحيين بلبنان. يعني أنا بتطلع بعتقد في فقر بكل الطوائف وتحديدا المسيحيين اللي هن حملوا علم العروبة. دليني وين في جبران خليل جبران الآن؟ وين في بشار الخوري؟ وين في إلي أبو ماضي؟ وين في مخايل نعيمي؟ وغيره 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 من الأسماء مليين بالقشور وغايبين عن الدور التاريخي، مش فقط المسيحيين، كل الطوائف. نعم. كل الطوائف. هذا البلد في فترة كان لما قبل ما يكون في جمهورية لبنانية وجمهورية سورية اجتمعوا وجهاء لبنان وسوريا والمسيحيين قبل المسلمين وطالبوا بعبد القادر الجزائري هو يكون مسؤول أو والي أو حاكم للبنان وسوريا. عبد القادر الجزائري من الجزائر. شو السبب؟ الرابط العروبي كان منتصر على اي مشاعر طائفية او مذهبية. طب هلأ الان اللي شو عم يعملوا المسيحيين والموارنين تحديدا؟ عم يتحاوروا هلأ. عم يتحاوروا على شو؟ على رئيس الجمهورية؟ لا ما حدا قال على رئيس الجمهورية. لكن هلا بدهم يتفقوا على يعني مواصفات الرئيس القوي، بس مش رح يتفقوا على رئيس الجمهورية. يعني يبدو بهذا الحوار بقصد مواصفات مش على الاسم. على الاسم لن يتفقوا. لن يتفقوا لانه يعني في طرف مقرر انه هو الافضل وما قبل النقاش. اكو حال اليوم في مصادر بتمني اذار لي لصحيفه الجمهوريه بتقول انه يمكن الشغور يمتد سنوات، يعني اذا لم يتفق على انتخاب العماد عون رئيسا للجمهوريه. وفي عندك اخبار بتقول انه قد يمكن الدكتور جعجع يعني بالاخر يعني يقبل بوصول العماد عون الى رئيس الجمهوريه. يعني عندك اجواء متضاربه. بعتقد في اضغاث احلام بهذا الموضوع.
لأنه الخلاف ليس على شكل الشخص وليس على صلاحيات رئيس جمهورية وليس ما سيطالب به حين يكون رئيس جمهورية. في خلاف بالوجهة النظر استراتيجية بين الطرفين. وما عاد في مجال للتراجع. ميشيل عون هو أعلن حكي بالحلول الجسدي يعني بينه وبين حزب الله، وحزب الله حاكي بأنه هو أداة مطيعة للولي الفقيه. كيف بدك تلاقي هذا الكلام اللي تجمعي على بعضه بيطلع ما له علاقة بالقرار اللبناني الذاتي مع كلام بيقوله الطرف الآخر اللي هو الولايات اللبنانية؟ بس موقع الرئيسي قد يستدعي كلاما آخر لأنه صار بغير موقع. يعني هلأ العيمان عون يعني رئيس تيار وإلى آخره وعنده موقف، بس وقت يصير رئيس جمهورية هو بده يكون عنده يعني بده تختلف يعني إلى حد ما مواقفه، ما في يوقف طرف ضد طرف آخر. شوفي أنا اليوم ذكرى استشهاد رئيس رفيع الحريري وعيد الحب، بدي خلي الناس متفائلة بالحب اللي بين موجود بين الأطراف السياسية، وافق معي مع أنه إيماني المطلق اليوم لازم يعني نبعث زهور للسياسيين إيماني المطلق أن هذا الحوار حول رئيس الجمهورية قد يقرب الوجهات النظر ولكنه لن يؤدي إلى تحديد الرئيس. عدا انه في ما الذي سيؤدي الى تحديد الرئيس؟ طيب لكن الممارسة الديمقراطية بمعناها الفعلي، مش الامتناع عن حضور الجلسات، مش الحضور الى القاعة والخروج منها حين يبدا العد لتحديد اذا توفر النصاب او لا. الامر الاخر، في راي بيقول انه نحن مقبلين على انتخابات اسرائيلية وعلى الملف النووي الايراني، وفي رأي بيقول وهو شبه يعني واقع بالأحرى مش شبه واقعي، أنه جزء من أزمتنا له علاقة بالملف العلاقات الأمريكية الإيرانية أو المجتمع الدولي مع إيران، وبالتالي بالملف النووي، وهذا ما يمنع انتخاب رئيس قبل أن يبت هذا الملف، والمؤمل أن يبت في خلال شهر أدار يعني شو العلاقة المباشرة يعني بين هيدا الموضوع، بين انتخاب رئيس وبين اتفاق النووي الإيراني الهيدا؟ يعني ومبارح يعني نرجع يعني لرسالة كاري اللي هي واضحة يعني انه مش الأمريكي اللي عم يقول ما بدي انتخاب رئيس، في الطرف اللي ماسك من اليمن الى العراق وسوريا ولبنان، هو عم بيقول انه خلي لبنان نحن مع كل شيء بيتفقوا عليه اللبنانيين. كيري عم بيقول هيك، لا والإيراني عم بيقول هيك. بس مثل ما يعني في تعبير مصري ما كتير بالصلت، ولكن بيقول اسمع كلامك يعجبني اشوف اعمالك اتعجب. الإيراني بيقول هيك، بيقول اتركوا المسيحيين هن يقرروا، والمسيحيين ما هي سلسلة، إيران بتقول خلوا المسيحيين هن يقرروا، المسيحيين بيطلع من شلعون بيقول أنا أو لا أحد، بيطلع حزب الله بيقول إذا ما بيرضعون أنا ما برضى، ترجع السلسلة معنى ذلك إيران بتقول إذا ما بيرضعون أنا ما برضى، وبالتالي الكلام عن إنه المسيحيين يتفقوا أنا معهم هو كلام خواء مش كلام حاسم وجدي. طب إذا يعني هيدا تعودناه أيام النظام السوري، بشار الأسد وقفال هو ما له علاقة بالتمديد لأمين لحوت، صح ولا لا؟ وكان عم بيغتال رفيق الحريري وكان عم بيفجر البلد، فالكلام شيء والواقع شيء آخر. طب إذا لأسباب ما ولحسابات ما قبل سمير جعجع بميشيل عون رئيسا للجمهورية، بيوافق تيار المستقبل يعني وجميع الحلفاء يعني وبيمشوا بانتخاب ميشيل عون رئيس للجمهورية؟ لكل حادث حديث، بس بالمبدأ ما أنتوا عم تقولوا ما في فيتو على تيار المستقبل يشجع أي حوار يقوم بين الفريقين، وبالتالي نتائج الحوار ستكون عرضة للنقاش بين الحلفاء بثمانية أدار أو بأربعتاشر أدار، وهذا أمر طبيعي. وعندها يكون القرار. بالمبدأ إذا وافق الحلفاء القوى السياسية بأربعتاشر أدار على ميشيل عون، هذا كان شرط الرئيس سعد الحريري لما حكي معه عون، قال له اتفق مع حلفائنا ونحن معنا مشكلة. طب إذا اتفق مع حلفائنا لن يكون لدينا مشكلة. بس بدك عم بتقول إنه ميشيل عون هو حليف حزب الله هي عند إيران، وبالتالي يعني وصول ميشيل عون إلى رئيس الجمهورية إذا استطاع يعني هذا تحليلك للموضوع. إذا استطاع أن يقنع سمير جعجع بأنه مع تحالفه إلى جانب التحالف مع حزب الله سيمارس دور رئيس الجمهورية الحقيقي، يعني المؤتمن على الدستور، المؤتمن على المؤسسات، الذي يرفض أن يشرك مع الدولة أحدا في قراراتها،
بيوافق سمير جعجع ونحن بنوافق، بس هل يستطيع؟ ما بعرف. اوكي ساعتها ما عم اقول لك انه تنشوف شوي التعهدات اللي بيقدمها تيثبت تمكنه من ذلك. خليني بدي اتوقف مع فصل على نتاني يعني البريكات شوي قريبه على بعضها لانه ممكن يكون الحلقه شوي قصيره والتلفزيونات عم تتراجع لا مش هي. انا اعلانين معروفين بالحلقه وبس عندنا نقل مباشر لانه اليوم يعني يوم 14 شباط ومناسبات كثيره يعني في هذه الذكرى ونقل مباشر. عم نشوف هون صورة عن الضريح، ضريح الرئيس شهيد رفيق الحريري. بعتقد وليد جنبلاط يعني يزور في هذا الوقت الضريح. يا حول مظبوط. إذا النائب وليد جنبلاط نواب اللقاء الديمقراطي. نعم من نواب اللقاء الديمقراطي ومعه تيمور أيضا يضعون ورودا حمراء على ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري. رح نتوقف إذن مع فاصل إعلاني ونرجع نتابع. ونعود لمتابعة نهاركم سعيد. أستاذ راشد نحن كمان اليوم في مأزق آخر يعني اسمه يعني الحكومة، عالية عمل الحكومة اليوم. بعض عبر عن شعور بأنه بعد تعطيل انتخاب رئيس والتمديد مجلس النواب قد يكون هناك من يسعى لتعطيل عمل الحكومة أيضا. يعني هل برأيك مرتبطة بهيك بخلفيات يعني من هذا النوع أو أنه أو في خطة يعني من هذا النوع أو أنه هو يعني مأزق له علاقة يعني تفكير كل وزير وحده أو كل فريق وحده أو استساغة أيضا يعني ممارسة صلاحية رئيسة الجمهورية في ظل غياب رئيس الجمهورية؟ يعني كان في بفضل اتفاق الدوحة وسبع أيار كان في ثلث المعطل، الآن بفضل تعطيل رئيس الجمهورية صار في عنا الفرد المعطل. أي وزير بالمجلس الوزراء لا يوافق على أمر وهذا يعطل عمل الحكومة وبالتالي هذا يحتاج إلى حل. نعم. طبعا لو كان هناك انتخاب لرئيس جمهورية لما كان الحديث كله له مقام وأساس. لابد من صيغة لحل هذه الإشكالية، واحد. اثنين، أنا أعتقد أنه تشكلت الحكومة كحد أدنى من ضوابط الاستقرار بالبلد وحد أدنى من التفاهم بين القوى السياسية، ومن يسعى إلى أسقاط هذه الحكومة إذا كان هناك من يسعى فهذا معناه أنه يريد أن يودي بالبلد إلى يعني أسوأ الاحتمالات، ولكن لا يبدو الأمر مستساغا إلى سقوط كل يعني كل النظام. خلص سقط النظام، سقط الدولة مثل ما عملوا باليمن. باليمن الحوثيين سيطروا عملوا ما يشبه سبع أيار ولكن على أوسع بقلة أخلاق أكثر، وأزاحوا رئيس جمهوري وشكلوا مجلس رئاسي. هلا في حدا بيقول هاي الحكومة كأنها مجلس رئاسي باعتبارها تضم كل الطوائف وبالتالي هل يمرن الحزب على هذا المنطق؟ أنا برجع براهن دائما أنه في سد منيع أمام أي تهور من أي طائفة أو من أي اتجاه سياسي يهدد لبنان اسمه التوازن الوطني. بس هون اليوم الأزمة مش مسؤول عنها الحزب يعني. لا بحكي تشكيل الحكومة بالشكل وتعطي رئيس رئيس الجمهورية كل الأطراف. صح تعطي رئيس الجمهورية هو اللي أدى تشكيل هذه الحكومة. تعطيل الرئاسي مسؤول عنه الحزب وميشيل عون. ما في نصاب، ما في كروم، ما في انتخاب. مما دفع الأطراف إلى القبول بالحكومة بهذا الشكل. هذه الحكومة لتسيير حد الآن طبعا تعطيل هذه الحكومة وجرى إلى أن تكون حكومة تصريف أعمال هو آخر عمود بهيكل الدولة اللبنانية. قدام فراغ المؤسسات البقية اللي هي بتشكل الدولة اللبنانية باعتقادي أنه هذا الأمر ليس مطروحا حاليا ولا يمكن أن يكون مطروحا بسبب الضوابط الدولية لحفظ الاستقرار الهش في لبنان. يعني لا إيران لها مصلحة بأن تدفع بالوضع إلى أسوأ ولا المجتمع الدولي بشقه الآخر 5+1 أو أي يعني بقاء هذه الحكومة هو حاجة حتى أقليمية دولية حاجة أقليمية دولية ويفترض أنه تشهد الأمور حل. ولكن للأسف تحت غطاء الحاجة الإقليمية الدولية في أمور سخيفة وتافهة وذكية وانتهازية وبعض النكايات عم تلعب دور بتعطيل اجتماع أو أعمال مجلس الوزراء.
شفنا يعني بعض الأمور منها المرفأ، منها تفاصيل تانية، تجميد توظيف أو تجميد تطويع، ومحاولة تمرير التعيينات بالمفرد بدل ما تكون بالجمع. كل هذه أمور لها علاقة بدناءات سياسية بالمعنى الحقيقي للكلمة. استغلال هذا اللي يعني اليوم البركي الظرف يمكن قد لا يتكرر، بأنه كل وزير قادر يكون هو رئيس يعني بالآخر. في وزراء يعني غيروا كل، جابوا موظفين جدد بحجة أنه ما فيهم ديروا الأمور مع الموظفين القدامى. طب ما هذا كمان تعيينات بالمفرق، وهذه مرفوضة. هلأ في المشكلة الحقيقية اللي أثارها الوزير درباس، نعم طرابلس، يعني نعم. أنه طرابلس قدمت لها الأمن، ما قدمت لها النماء التنمية. ما أنت والكلام كله بالحكومة كان أنه لا يمكن إخراج طرابلس من السيء اللي التي كانت فيه إلا بتقديم الأمن والإنماء في وقت الواحد. كلام منقول عن رئيس سلام يعني لزواره أنه تشكيل مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية طرابلس يتطلب التروي بسبب التعقيدات المتصلة به، ولو احتاج حسم الموضوع إلى بضعة أشهر. يعني منه ما بعرف، يعني اليوم إثارته كأنه مفتعلة لعرقلة كمان مزيد من العرقلة، لما لقى أنه معروف في أمور مشكلة أكبر في من في أسرار الآلهة بالتوازنات السياسية اللي نعرفها وما بنعرفها. ولكن السؤال الحقيقي، كيف تكافئ طرابلس على موقفها من العرضات المسلحة التي كانت تشهدها؟ كيف؟ بالإنماء. طيب إذا نحن صرنا شهرين أو أكثر أمن الخطة الأمنية بطرابلس، بدنا ننتظر طرابلس أشهر تتشعر بأنه في شيء يقدم لها. طيب أليس في ذلك إخلال بعهد ضمني بين طرابلس والأهل الحكومة؟ طبعا في إخلال، وبالتالي كان مطلوب فعلا المبادرة والتخفيف من المطالب ذات الطابع الشخصي أحيانا والمناطقي لهذا الوزير أو ذاك. المهم أن تشعر طرابلس أنها جزء من هذا الوطن. تاريخيا كان الجنوب متروك والشمال متروك والبقاع متروك. كان النظام اللبناني يترك الجنوب لأنه الجنوب يتعاطى مع فلسطين قبل الاحتلال الإسرائيلي، ويترك الشمال والبقاع للتعاطي مع سوريا باعتبارها أقرب. وبالتالي كان في مناطق بالبقاع لا تصلها السيارات لأنه الطريق بتفوت على القرية، وأنا رحت عليها بأول يعني عملي بالمهني، بدك تفوت على الأراضي السورية تفوت عليها. طيب هذا الإهمال يعني مش بس 14 أدار، من قبل 14 أدار شعرنا أنه هذه المناطق هي جزء من لبنان وليست الأقضية التي ضمت في اللحظة الأخيرة. طيب كيف يترجم اهتمام الدولة بهذه الأقضية؟ بجنوب الدولة بفضل الأمم المتحدة أشعرت أهل الجنوب أنه هي موفرت لهم الأمان والاستقرار وفي انتعاش اقتصادي وماشي حالهم. طيب الشمال والبقاع كيف إذا لم يكن هناك مشاريع تنموية يعني تتنافس مع المشاريع الأمنية لهذه المناطق لتأمين الاستقرار للمجتمعات؟ طرابلس مثل فج البقاع والهرمل بالتأكيد بدهم ومحتاجين، ولكن بدها تبادر الدولة. هلا يمكن هاي الحكومة ما لا يجب أن نحملها كل المسؤوليات، ولكن على الأقل بما يتخذ من مبادرات حاليا وبما يفعل لتعطيلها هذا تتحمل مسؤولية الحكومة. بدي أرجع شوي لموضوع يعني المناسبة والذكرى ويعني وأخذ العبر أيضا. يعني كنا عم نحكي بالبداية مع دكتور فارس سعيد حول يعني تحضيرات للقاء بريستول في 14 أدار. قديش تيار المستقبل معني اليوم بهذا الموضوع؟ ويعني هل هناك قراءة موحدة اليوم لقيادات 14 أدار تجاه ما حصل من 10 سنوات حتى اليوم؟ هو الاجتماع لإيجاد قراءة موحدة، لأنه كل الأفرقاء عندهم برينستورمينج يعني عصف فكري. فكل الفرقاء بدهم يقدموا بهالعواصف كل الفرقاء بدهم يقدموا رؤيتهم للمرحلة السابقة أو نظرتهم إلى المرحلة السابقة ورؤيتهم إلى المرحلة المقبلة. 14 أدار روحها هي الشعب، هي الناس، وليست القيادات. القيادات تحاول أن تترجم ما تريده القاعدة وما تراه القاعدة، قد تقصر وقد تنجح. 10 سنوات اللي هي عقد مناسبة
للبحث فيما قدمنا وما يجب أن نقدم، ومناسب للنقاش في التوجهات. وبعتقد السؤال الأبرز كيف نستطيع أن نطور العمل الشعبي السياسي، بمعنى 14 أدار تكون فعلا قاعة رحبة لكل المجتمع المدني اللبناني، مش بس الأحزاب. الأحزاب لا تشكل الأكثرية ل 14 أدار، الأحزاب هي أهميتها أن لها كيانات، بس ال 14 أدار الشعب ليس له كيان سوى أنه الشعب. البند الثاني هو كيف يفتح الباب أمام الفرقاء الآخرين، تحديدا من هم خارج الثنائية الشيعية اللي لا يختلفوا مع 14 أدار، وبالعكس أن كانوا من الـ يعني الـ المحركين ل 14 أدار. طب ما هو يعني صار في بالعكس صار في أخطاء يعني من قبل 14 أدار، ما حدا عم ينكر استبعدوا وأهملوا وما بعرف يعني. استبعدوا مش بقرار، استبعدوا بالممارسة، يعني لما يصير في تحالف رباعي بحجة أنه يمهد لاستعادة حزب الله إلى الدولة، هذا بيكون استبعاد لإلهم. هي دائما الأحزاب ترجع بتحتكر كل شيء، يعني مشان هيك بفرفطوا الآخرين وبيصيبوا بيصابوا بإحباط وخيبة. بعتقد المطلوب ب 14 أدار حاليا أن ترتقي فوق 14 أدار حتى تتيح للأصوات الأخرى المنادي بالدولة والمنادي بعودة المؤسسات أن تكون مع 14 أدار وليس بعيدا عنها. بعد في شيء اسمه 14 أدار برأيك؟ يعني في هناك وجهات نظر يعني مختلفة داخل 14 أدار نفسها السابقة، خليني أقول يعني أو يعني التأسيسية، أنه بطل في شيء اسمه اليوم 14 أدار، يعني وإن كان ما بنقول الحلم مستمر مثل ما إذا كان شعار 10 سنوات، ولكن الكلام عن أنه بطل 14 أدار بما هي كيان، فأنا بعتقد في شيء أهم من هذا الكيان، هو الهوية السياسية للناس بالطريق. يعني أنت إذا بتلتقي بحدا ومعه شخص آخر بعد ما ينصرف بتقلي له مين هو، بيقول لك هذا 14 أدار، معناها في هوية سياسية نشأت بالبلد بدم رفيق الحريري وبإرادة اللبنانيين اسمها 14 أدار، ما حدا فيه يلغيها. فيهم ممكن تاخذ الأحزاب قرار أنه بطل في أمانة عامل 14 أدار، ولكن هذه بتذكرني بالحرب اللبنانية، كان في الحزبيين واليساريين عموما يقولون، يعني فلان قالوا هذا حزب شو، هذا منظمة، هذا كذا، فلان يساري عموما، يعني من منخرط بحزب ولكن هو مع التوجهات السياسية للحركة الوطنية. هلأ في ناس منها ب 14 أدار عبر أحزابها، ولكن هي مشاعرها هي مشاعر 14 أدار. شو هي مشاعر 14 أدار؟ الحرية والسيادة والاستقلال وإعادة بناء الدولة. إعادة بناء الدولة هو الهم الرئيسي حتى ننتقل إلى الحرية والسيادة والاستقلال. إذا ما في دولة ما في سيادة، وإذا ما في سيادة ما في استقلال. وهدني هيدولي لما يبنوا على منطقة الديمقراطية بوفر الحرية لكل اللبنانيين. 14 أدار لو انتهت كجسم ككيان كصورة أسبوعية كاجتماع أسبوعي، ولكن هي هوية وطنية موجودة وهوية جامعة، هذه أهميتها. من هوية لا حزبية ولا طائفية، هذه هوية عم تقول هذا البلد استيقظ ب 14 أدار على جريمة 14 شباط ونزل للشارع من دون ما حدا يدعي، بمبادرة خاصة من كل الطوائف وكل المناطق وكل الأديان وكل المذاهب وكل الفئات. يعني كان في شباب وفي كهول وفي رجال وفي نساء نزلوا بهوية واحدة. لحظة اليوم قد لا تتكرر، يعني اليوم لا تتكرر لأنه نتيجة يعني ممارسات لا مش نتيجة ممارسات 14 أدار، بس احنا شفناها كيف تكررت بال 2008 و2009 و2010 لما كان يصير في اعتداء على 14 أدار عبر اغتيال رموز من رموزها، كيف كانت الناس تنزل على الشارع؟ لا بس مش بالحجم نفسه، يعني الحدث التاريخي لا يتكرر بالشكل نفسه وبالحجم نفسه أكيد. وبالتوقيت نفسه. طب بس انه كمان لانه في يعني هي قصة مش انه كل 10 سنوات والله او كل فترة بدنا نفوق انه والله لازم نحن نعمل مراجعات، ما هي لازم تكون شغلة مستمرة ودائمة في ظل يعني ظروف متغيرة تحيط بنا يعني حالياً، وتحديات كبيرة أيضا. يعني ما بنحس أنه في مجلس قيادة على الأقل لهذه القوى حتى يضل مواكب،
كل واحد عنده حساباته الخاصة يعني، وأوقات يعني كل فريق بيروح إلى محل من دون أنه منقول أنه نطلع حلفائنا، بس من دون يعني خطة موحدة ورؤية موحدة. أولا هذه يعني حركة سياسية وليست جبهة سياسية، مش نحن بتحالف أحزاب ناجم عن خطة عمل موحدة، نحن بتحالف ناجم عناوين استراتيجية عن عناوين استراتيجية موحدة، وبالتالي في تفاهم ضمني وفي تشاور، ولكن ليس هناك مجلس أعلى، مش حركة وطنية وفي المجلس اللي يقرر كل السياسات المشتركة. في تحالفات أو تحالف أو لقاء سياسي على عناوين استراتيجية، الكل عارف ضوابط الخطوط لأنه مأمن بنفس العناوين وبيعرف أنه وين ممكن الخطأ وين ممكن الصح، وهذا لا يمنع أنه صار في شطط أحيانا أو صار في تكتيك سياسي من هذا الطرف أو ذاك لأسباب هنا وأسباب هناك، ولكن لم يردع عن العودة إلى النهج الواحد أو عن البقاء في النهج الواحد. وصار في كمان رهانات خاطئة يمكن خصوصا في ظل التطورات يعني الإقليمية كمان متعلقة بالأزمة السورية، يعني صار في رهان على أنه سقوط النظام السوري أو سقوط بشار الأسد تحديدا، يعني اليوم في إعادة يعني إعادة حسابات دولية تجاه هذا النظام وتجاه بشار الأسد. امبارح دمستورة مثلا بشار الأسد يشكل جزءا من الحل في سوريا، وسأواصل إجراء مناقشات مهمة معه. الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارا بإعادة النظر في استراتيجية المقاربة الأوروبية للأزمة في دول منطقة الشرق الأوسط خصوصا في سوريا وليبيا. يعني هذا الموضوع كمان بيخلينا نطرح السؤال يعني حول أنه أن نذهب بعيدا في رهانات قد تثبت أنها كانت خاطئة وتحطنا بمحل ممكن حس فيه انه فعلا بكره مضطرين نقدم تنازلات. بعدك عم تقولي ديمستورا شو قال، الاتحاد الاوروبي شو عم يقول، هذا بيعني انه مش لوحدنا فينا نراجع تقييمنا للوقائع، كمان القوى الكبرى عم تراجع تقييم للوقائع. بس خلينا نتذكر انه لحد 2013 كان النظام على قاب قوسين من السقوط. نعم. دخلت إيران ودخل حزب الله ودخلت قوى من العراق لتدعيم النظام، وبالتالي هذه الرهانات لم تكن خاطئة. الرهان الخاطئ كان أنه إيران ستترك هذا الصراع يأخذ مدى باعتباره شعب منقلب على النظام، بس لما تصير المظلومية اللي بينادي فيها حزب الله وإيران حسب التوجه الديني تاعهم تتحول إلى نصرة الظالم على المظلوم، أكيد ما لح تكون الرهانات صحيحة. الأمر الطبيعي كان أن يسقط النظام، في شعب نزل بلا سلاح بتظاهرات يدعو رئيس الدولة إلى ينضم إلى أهل البلد بوجه أهل النظام، فانحاز إلى أهل النظام وواجه أهل البلد بالدم بالحديد والنار، فكيف يمكن أنه نحن ما يكون رهاننا خطأ؟ أكيد بده يكون خطأ لما بتدخل قوى غير متوقعة تدخلها بتخوض حروب. دمشق كانت على باب السقوط لما بيدخل حزب الله بالقلمون والقصير وبيفتح خط على حمص، اكيد بدها تتغير الرهانات. الامر الطبيعي واليوم الجبهة الجنوبية كمان، واليوم الجبهة الجنوبية الامر الطبيعي انه الرهانات تتغير لانه الوقائع تغيرت على الارض. ولكن بلحظة التوقع كانت الوقائع تقول امرا اخر. هلا في تغيير بالمنطقة يجب اخذه في الاعتبار بالتأكيد، ولكن نحن ما ننسى أنه كل هذا الكلام اللي عم يطلع هلأ عن مصالحة مع الأسد واعتباره جزء من الحل، خلينا نذكر بالأزمة اللبنانية. بالأزمة اللبنانية كان في كلام يقال والتطبيق على الأرض مختلف. نعم. كان يقال الأمريكي كان يقول نحن مع سيادة لبنان واستقلاله، وكان ضمن عم يعطي حافظ الأسد كل الحرية التصرف بلبنان، صح ولا لا؟ طيب هذا ما في شيء نهائي بالسياسات الدولية، الشيء النهائي هو مصالح هذه الدول. إذا كانت مصالح أمريكا والمجتمع الأوروبي يعني حلف شمال أطلسي أنه يبقى بشار الأسد، حنشوف أنه حيبقى بشار الأسد، ولكن بيعرف المجتمع الدولي أنه بقاء بشار الأسد يعني في ملايين السوريين اللي لن يكونوا يعني قابلين بهذا الواقع. ما هي الارتدادات؟ الكلام عن حل بوجود بشار الأسد هو لوقف الارتدادات اللي عم تنشاف بأوروبا وقد تظهر بأمريكا لوقفه، ولكن بلحظة معينة قد لا يكون هذا هو الحل اللي فعلا مطروح، عدا أنه
هذا الكلام بالاتحاد الأوروبي بعد ما قالوا مع حل المشكلة بوجود الأسد يجب إيجاد حل. وهذا كلام يعني قضية. الحل يمكن قد يكون في مواجهة يعني الحل هنا مش كحل للأزمة السورية بقدر ما هو يمكن حل للتخلص من بعض القوى المتطرفة اللي ظهرت نتيجة الأزمة السورية اللي هي داعش وغيرها من المجموعات الإرهابية. وبالتالي هنا يمكن المجتمع الدولي بحاجة إلى التعاون مع برك هذا النظام لمواجهة هذه الحرب أو هذه المجموعة. ما بعتقد المجتمع الدولي شايف أنه النظام قادر يساعد بالحرب على داعش. هذا النظام ما عاد في عنده القوة العسكرية التي كانت في السابق، يمكن عنده السلاح ولكن العديد القوى السورية البحث غير متوفر. هل المجتمع الدولي سيقبل بأن تكون إيران في قلب سوريا وتخوض معركة؟ هذه بتصير حرب دولية بسوريا، بطل حرب داخلية أهلية. إيه قبل بذلك في العراق، ليه ما يقبل فيها بسوريا؟ بالعراق هو موجود. مين؟ هو الأمريكي موجود بالعراق. إيه بس قبل بإيران بالدور الإيراني في مواجهة هذه التنظيمات. مطنش عن الدور الإيراني ما عملها. طيب ممكن يطنش كمان عن الدور الإيراني في سوريا يعني. لوقته. بس حتى الآن ما في مؤشرات تقول إنه الأمريكي والأوروبي يوافق على دور إيراني في سوريا. عم يتعامل مع الواقع باعتبار وجود إيران بسوريا تحديدا أو بالعراق هو استنزاف لطاقة إيران. ما ننسى قد ضخت أموال إيران لسوريا، أموال بالوقت اللي 60% من شعبها جوعان. هلا قد قدمت أسلحة لسوريا، في خط ائتمان مالي بين سوريا وإيران حتى تورد لهم سلاح، ولكن لأي لحظة ستبقى إيران تعض على جوعها حتى تدعم سوريا؟ إيران حاليا مثل الاتحاد السوفيتي، يعني نمر من ورق. الاتحاد السوفيتي من برا كان قوة عظمى، بينما داخل قوة متآكلة، زبدة ما كان عندهم، خبز ما كان عندهم. هذا اللي أدى إلى مع البريسترويكا لانهيار الاتحاد السوفيتي. إيران هلا نمر من ورق، عم نشوفها من برا قوية، ولكن كل يعني من يتابع الصحف والكتابات الأجنبية وحتى وكالة أنباء فارس يعرف أنه في ملامح أزمة داخلية اجتماعية واقتصادية بإيران. عدد تناحر على السلطة بين الجناح الإصلاحيين مع روحاني والحرس الثوري، هذا من بين كمان الرهانات اللي ما أدت يمكن نتيجتها. يعني هذا كلام بنسمعه من زمان من بعض قيادات 14 أدار، هو سؤال حتى وأنه إيران وضع الاقتصادي ووضع أزمات الداخلية وإلى آخره وعلى شفير الانهيار، وما حصل هذا الموضوع. نحن كنا متوقعين تصير بمصر ثورة. نحن طول عمرنا كلامنا اللبنانيين أنه المصريين قابلين بالأمر الواقع، أكثر محل يوجد فيه الله هو مصر. النام جائع بيقول متكل على الله، وإن قام لقى عنده رغيف خبز بيقول متكل على الله. مع ذلك وقف الاتكال الغيبي وقام الشعب المصري بثورتين مش بثورة واحدة. هلا بتقولي لي النتائج أوكي يناقش فيها، لماذا إيران لا تكون مثل مصر؟ مين قال؟ وإيران فيها شعب يعني حيوي، وشفنا بأشد لحظات قوة الحرس الثوري صارت الثورة الخضراء واعتقل من اعتقل، وبعد في ناس بالإقامة الجبرية. لا شيء يمنع. الاتحاد السوفيتي أدخلوا ريغن بصراع بسباق التسلح الفضائي، أوهم موسكو أنه الأمريكان يخططون لإنشاء محطات عسكرية أو معسكرات بالفضاء. شو عمل الاتحاد السوفيتي؟ غرق بالمنافسة، أنفق كل إمكانياته. إيران أنفقت كل إمكانياتها على الموضوع النووي، وهلأ بده يأتي وقت الحساب. هذا كله يعني بيرجع بيخلينا نقول أنه اليوم هيدا الحوار اللي جاري بين مستقبل وحزب الله، هل هو يعني بس يعني بانتظار أن تتغير هذه الأمور، أم هو فعلا سيشكل أساسا لتفاهمات؟ لأنه مثل ما بعض بيعتبر أنه ما في الكل مكونات هذا البلد تأكدوا أنه ما في حدا يقدر يلغي الآخر أو يستغني عن الآخر. سؤال بيجي بكلمتين، لا بدي أنتقل إلى في مبدأين بالحوار. الأول العودة حضن الدولي، ثانيا تدارج الأسوأ، وبالتالي هذا الحوار مبني على هذه النقاط. ثالثا ما حدا متفائل انه حزب الله بكره حيجي يقول انا بدي سلم السلاح وطبق استراتيجية دفاعية، مش حيقولها بكره. اللي بده يقولها ايران بدها تقولها. الظرف الحالي لا يسمح لايران بذلك، لانه لبنان على ورقة التفاوض على النفوذ الاقليمي لايران. مثله مثل اليمن، مثله مثل البحرين، مثله مثل سوريا، مثله مثل العراق. ايران هاجمة على المنطقة بدها دور، وبالتالي لبنان ورقة ونقطة حساسة بالميزان الدولي. يعني احنا بلد صغير، ولكن صحيح يعني احيانا نكون عم نبالغ
ولكن فعلا له حسابات استراتيجية لأنه هو على باب إسرائيل. نعم. فلسطين المحتلة. نحن بدنا ننهي حلقتنا هون استاذ راشد.